المباريات السابقه لنادي الزمالك 3 مواجهات، فاز في الـ3 مباريات، احترم المنافس بشكل كبير، وكان الاستاذ جمال عايز يقول هي دي النقطه المهمه جدا، فريق اللي بيحترم المنافس. طبعا طبعا دي مهمه جدا جدا، يعني الـ3 مباريات السابقين اللي فاز فيهم النادي الاهلي خلاص تاريخ. صح. احنا بندور على المستقبل، وخاصه المباراه بكره دي مباراه بطوله، غير يعني ليها حسابات خاصه غير مباراه دوري يعني. طبعا يمكن زي ما حضرتك قلت كده، هي الفكره كولر 3 مباريات لعبهم مع النادي قدام نادي الزمالك كان بطوله واحده، يعتبر اللي هي بطوله اللي هي او على لقب يعني كاس السوبر اللي كان في الامارات، خلص 2-0. المباراتين التانيين كانوا دوري، واحده 3-0، والتانيه حتى اللقب كان شبه محسوم، ولكن كان الكولر واخدها برضو بشكل جدي، دليل ان احنا شفنا نتيجه كبيره وكان ممكن تبقى اكبر كمان، كانت 4-1. كولر حتى في المؤتمر الصحفي كان ليه كلمه مهمه جدا لما اتسال على فكره الغيابات، او لما احد اعتقد صحفي سعودي كان قال له ان انت كسبت الزمالك قبل كده 3 مرات بشكل سهل، حققت مكسب سهل، فقال له لا انا ما فيش حاجه اسمها مكسب سهل في الكوره، وخصوصا لما بتلاعب نادي كبير زي نادي الزمالك على لقب ما فيش حاجه اسمها مكسب سهل. الفرق اللي حصل في الـ3 مباريات ان احنا شغلنا اترجم صح، وكان عندنا من الحظ ان احنا بنترجم الفرص بتاعتنا وان احنا نكسب. صح. نتمنى ان ده يبقى موجود برضو مباراه نهائي الكاس، لان المباراه دي تفصيله صغيره ممكن تهدلك شغلك كله، والناس في الاخر يعني كل مره، مع احترامي للعلم بقى والتكتيك والارقام وكل ده، الكوره هي كوره جوان. طبعا الجون لما بتجيبه هو ده اللي بيترجم لك الرقم اللقاء. اذا كان رقم ايجابي ولا رقم سلبي. النهارده هاخد مثل صغير، مباراه مانشستر سيتي ومباراه مانشستر يونايتد لحد الدقيقه 80 تقريبا المباراه 1-1، في حين ان مانشستر سيتي 80% استحواذ، 20 تسديده على المرمى منهم مش عارف كام صحيح، العدد الباصات كل حاجه، لكن الماتش 1-1. لو الماتش ده خلص 1-1 الناس هتطلع تقول جوارديولا عبقري مثلا في المباراه دي ولا كان عنده مشكله، لكن في الاخر المباراه خلصت بجونين في الاخر 3-1. فالنهارده شغل جوارديولا في المباراه اتبلغ، وهو ده نفس النظام في مباراة الكاس، اللي بيعرف يسيطر ويخطف ويحافظ على هذا المكسب. وصح حضرتك كنت موجود في مباراة زي 4-3، وقد ايه مانويل جوزيه كان محضر للمباراة، لكن في لحظة الزمالك بيجيب جون، طب انت متحضر للسيناريو ان انت لما الزمالك يتقدم عليك انت هتعوض، لكن لما النادي الاهلي يتقدم ايه اللي حصل؟ في لحظة النادي الاهلي عرف يسيطر، الدنيا خلصت 4-3. فهي دي نفس الفلسفه اللي كولر بيحاول يوصلها للعيبه، بيحاول يوصلها للجمهور، ان مفيش حاجه اسمها مكسب سهل، مفيش حاجه اسمها مباراه مضمونه. كلنا بنشتغل يعني، لما هنيجي الوقت ونستعرض نادي الزمالك مع مدرب جديد بالنسبه لنا على فكره مجهول. كولر لما لعب الزمالك كل مباراه تقريبا كان بيلعبه مع مدرب شكل فني جديد مع اسلوب مختلف، فالنهارده هو بيلعب مدرب الى حد ما اسلوبه لسه بالنسبه لنا مجهول، وعنده دوافعه برضه. بالظبط. نادي الزمالك حاليا بنتكلم نادي الزمالك جديد مع مجلس اداره جديد، نوعيه اللعيبه جديده، كمان في حقيقه لازم نتكلم عليها ان في بعض اللعيبه دي كانت بتلعب في النادي الاهلي، وبالتالي هم عندهم اصلا دافع ان هو عايز ينزل يثبت ان لا انا كنت لعيب كويس. فالنهارده كل دي دوافع المدرب بتاع النادي الاهلي هيتعامل معاه ويتعامل مع لعيبته فنيا، فمن هنا صعوبه المباراه، بجانب زي ما الكباتن قالوا ان هي نهائي كاس في السعوديه، كل الامور دي، كمان الجايزه ضخمه جدا، الكابتن اول مره في التاريخ بطوله مصريه تبقى جايزتها $1,000,000، فده الى حد ما دافع كبير جدا ان النهارده مين اللي هيكسب. حد كبير دافع مهم يعني. طبعا طبعا. بس فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي، وانا بضم صوتي لصوتك، وزي ما الكابتن لطيف قال الكره جوه.